مشاهدين الكرام، مساء الخير عليكم جميعا. عندي حاجة هنتكلم فيها النهاردة، حاجة تكاد تكون غريبة جدا في برنامج المعتاد حوار مع طبيب. طفلي منطوي على نفسه، طفلي عنيد جدا، طفلي لا يغير نمط حياته، طفلي منطوي بطريقة غريبة، ما عندوش انتباه خالص، إذن فهو مرض توحد. النهاردة اللي هيكلمنا في الموضوع ده القيمة والقامة العلمية الكبيرة الدكتور محمود محمد بريش، دكتوراه الصحة النفسية واضطرابات التخاطب للأطفال، ماجستير الصحة النفسية واستشاري التوحد والتخاطب. بنرحب بحضرتك يا دكتور محمود معانا في البرنامج. أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك، نورتنا. أهلا بحضرتك. طبعا بناء على زيارتي للمركز عند حضرتك والحاجات الجميلة قوي قوي قوي، والدكتور محمود الإنسان قبل ما يكون الطبيب اللي أنا شفتها بعناية ديت، فانا بشكر حضرتك الاول بالنسبه اللي انا شفته. وعلى هذه الاساس او على هذا الاساس طبعا استضفنا حضرتك معانا في البرنامج، طبعا منورنا ومشرفنا في البرنامج. فاول ما ابدا لقائي مع حضرتك عايزه اعرف من حضرتك يعني ايه كلمه توحد. التوحد بسهولة خالص، أو المصطلح الأساسي أو العلمي بتاعه هو اسمه الاضطراب التوحدي، ايوه وهو اضطراب نمائي شامل بيصيب الطفل في مقدمة عمره قبل ال3 سنوات الأولى من عمر الطفل. في أهم 3 أشياء رئيسية: قصور في التواصل اللفظي، ايوه قصور في التواصل الاجتماعي، عدم قدرة على التخيل مع وجود سلوكات نمطية. ده التوحد بكل سهولة. ده بيظهر من قد ايه يا دكتور بقى بالظبط كده تحديدا؟ هو العموم بيظهر قبل ال3 سنين الاولى من عمر الطفل. يعني ممكن مولود بيه يتولد بيه ولا بعد شهر او شهرين نبدأ نكتشف هو الموضوع ده؟ سؤال جميل، ممكن مولود بيه وممكن مش مولود بيه، عشان هنا النهارده انا جاي اقول لك ان في انواع ليه. ايوه وبناء ان في انواع ففي اختلافات ان هو مولود بيه او مكتسب. ففي انواع هتبقى مولود بيه او جينيه، وفي ايوه انواع تانية هتبقى بيئيه او مكتسب. تمام على سبيل المثال لو حبينا نعرف انواع التوحد، فالتوحد ليه اشكال 5 او انواع 5. تمام اول نوع فيهم اسمه الاوتستيك ديسوردر او الاضطراب التوحدي، وده الاضطراب الوحيد اللي بيبقى فيه ثالوث الاعراض القوي اللي احنا قلنا عليها، اللي هو قصور في التواصل اللفظي، قصور في التواصل الاجتماعي، عدم قدره على التخيل مع وجود سلوكات نمطيه. تمام ده اسمه الاضطراب التوحدي، الاول منهم ده اول نوع. ده النوع الثاني، مش بالاحرى بقى ان الانواع الاربعه التانيين يكون فيهم ال3 اعراض الرئيسيه، يعني ممكن كفيل ان هو يبقى واحد او اثنين منهم. على سبيل المثال النوع الثاني اسبرجر سيندروم او اضطراب اسبرجر. سبيرجر ده بيبقى عنده قصور في التواصل الاجتماعي فقط، انما هو بيتكلم كويس ما عندوش اي مشكله، ولكن عنده قصور في التواصل الاجتماعي. عنده انتباه عالي جدا ولكن عنده مشكله في الانتباه المشترك. الذكاء بتاعه متوسط او فوق المتوسط، انسان على مستوى الذكاء عالي جدا، ولكن كل مشكلته بس في قصور في التواصل الاجتماعي. يعني ايه يا دكتور انتباه مشترك بمعنى ايه؟ هي حاجه جميله بس هو المتخصصين بس اللي بيسالوا السؤال ده، يعني ما معلش توقعتش ان حضرتك تساليه. هو الانتباه المشترك ان الانتباه عموما ان في طفل عنده انتباه او عنده ادراك، وطفل تاني ما عندوش انتباه او ادراك. تمام. الطفل اللي هو الاسبرجر ده تحديدا، النوع ده منهم تحديدا، ان هو انتباهه عالي جدا، ولكن في جماعه او في اطار ناس وكده بيبقى في مشكله. زي مثلا لو انت جبت طالب متفوق قوي وبيحل نظري عالي قوي، بس جيت قلت له اطلع قول محاضره او اطلع قول شفوي، ما يحصل يعرفش. له خلل في التواصل الايه، هو عنده مشكله في الانتباه المشترك مع الاخرين. يعني احنا مجموعه، فتعالى يا احمد نبص سوا، خلاص هنتفاعل مع بعض. لا، هو مش معانا، هو بيهرب بعينيه، هو عايز يبقى لوحده. في سبيل ان هو اصلا الانتباه بتاعه عالي جدا. يعني لما نيجي نعمل له مستويات الانتباه والادراك بتاعته مقاييس معينه، بيبقى عارفها جدا بس مع نفسه لوحده، اما مع الاخرين بيبقى فيها مشكله. طيب كلمة التوحد بيطلق عليها لفظ تاني خالص اللي هو مرض الذاتية، بمعنى كان زمان اول ما اتعمل التوحد، التوحد جاي من الواحد او الوحده، فكان بيطلق عليه زمان الذاتويه، جاي من الذات او من النفس يعني. ان هو منطوي على نفسه ولكن مع مع نفسه. الابحاث العلميه الحديثه اصبح ان هو اسمه اضطراب طيفي، نسبه للانتشار الواسع ليه دلوقتي. فبقى المصطلح الدقيق بتاعه او العلم بتاعه بعد الابحاث العلميه الكبيره اللي اتعملت في العالم كله بقى اسمه اضطراب طيفي، ما عادش اسمه الذاتويه. كان زمان الذاتويه اول ما بدات نشاه الموضوع كان بيتكلم ان هو نابع من ذاته او من شخصه. ايوه بالظبط تمام. تمام كده. طيب احنا بنقول، يمكن انا قلت في مقدمتي طفلي عنده 1 2 3 يبقى هنا هو كده عنده مرض توحد، لكن انا عايز اعرف من دكتور محمود ازاي بنشخص حاله الطفل من انه عنده فعلا توحد، بيظهر عليه ايه؟ تشخيص الحاله لازم الاول اعرف النوع اللي عنده ايه. ايوه
احنا قلنا ان في النوع الاولاني اضطراب توحدي بصراحه عشان ال... والنوع الثاني اسبرجر اللي انا قلت عنده مشكله في التواصل الاجتماعي، وعندي نوع ثاني ريت بتصاب بالاناث فقط، رغم ان التوحد عموما بتصاب الذكور لصالح الذكور 4 لواحد، يعني الذكور اكثر من الاناث 4 مرات لواحد. فعلا فعلا. وعندي اضطراب الطفوله التفككي، ده مكتسب، ده كان الطفل تمام جدا وعندي سن 3 سنين 4 سنين بدا 5 سنين يظهر عليه بقى، حصل له انتكس في واحده او اثنين. وعندي الاضطراب الاخير اللي هو الشائع في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله، اسمه الاضطراب المائي الشامل غير المحدد، البي دي دي بلس بس. وده الاضطراب ده بيبقى خفيف، يعني بيبقى اعراضه خفيفه. لو جينا نقول بقى احنا عموما الاضطراب اللي هو الخفيف، انا ازاي اعرف ان ابني عنده توحد؟ ان انا لو انا ابني بنادي عليه اكتر من مره مش بيرد عليا، مش منتبه خالص، مش منتبه، بس الاول طبعا بروح لاعمل رسم سمع او الدكتور الانف والاذن، لقيت الدنيا عندي تمام ما فيهاش اي مشكله من الناحيه العضويه. يعني اذا ان انا عندي مشكله في الادراك السمعي كده ان انا قادم على توحد. لو عندي مشكله في الادراك البصري بيهرب بعينيه من الناس او من الاخرين او من الاقارب او كله بيهرب بعينيه، يبقى انا داخل على توحد. اذا برضو انا ما عنديش مشكله في النظر. اهم حاجه في التوحد ان انا ما يكونش عندي مشكله عضويه. لو لقيته بيرفرف، لو لقيته منغلق على ذاته، لو لقيته عنده نشاط زياده، ايوه حركه، فرط حركه، فرط حركه مثلاً. اعراض كتيره جدا. لو لقيت التواصل اللفظي بتاعه وصل لسن معين وما عنده قصور في التواصل اللفظي، لو لقيت التواصل الاجتماعي مع الاخرين بياخد جنب لوحده، لو لقيته مش فاهم فكره اللعب مع الاخرين او التخيل، كل دي اعراض بتؤدي ان انا عندي مشكله في التوحد. طيب. الجديد بقى ان احنا ممكن نكتشف ده في الاسابيع الاولى من عمر الطفل. التوحد عموما كل ما اكتشفته بدري وتدخلت بدري بوجود خطه علاجيه منسقه ومرتبه، كل ما كان النسبه أفضل طبعًا. او العلاج او الامبروفد التحسين بتاعه اعلى واعلى. طبعا كان كل تدخل مبكر بعد سنه وسنتين وثلاثه، دلوقتي انا بقول التدخل المبكر من عمر بدري جدا من الاسابيع الاولى من عمر الطفل. لا، ما احنا هنطمع بقى في كرم حضرتك كده ومعلوماتك الطبيه جميله، وان شاء الله في الحلقه القادمه ان انا هنوه عليها دلوقتي هتوصف لنا لكل ام في بيتها ممكن تعمل ايه لو اكتشفت قبل ما تروح لحضرتك. سهله جدا. طبعا ده الام هتكتشف ابنها وهو لسه رضيع في العمر. روشته علاج من دكتور محمود لاي ام. طبعا ربنا يخليك. ايه طيب، عايزه اقول، طب ايه سبب التوحد؟ سببه ايه؟ ما هو في اطفال كتير جدا، احنا قلنا الذكور بنسبه 4 لواحد في الاناث، تمام، لكن عايزه اعرف من حضرتك يعني ايه، ليه او ايه السبب الرئيسي اللي يخلي الطفل ينزل او بعد فتره من ولادته زي حضرتك ما قلت عنده مرض توحد، ايه الاسباب؟ والله الاسباب الى الان في العالم كله لم يعني ما وقفوش على سبب معين ليه. ولكن من خلال شغلنا احنا فالاسباب هتختلف. على انا قلت ان في انواع، على حسب النوع، على حسب النوع وعلى حسب الجنس وعلى حسب الفروق الفرديه بين الحال. اذا لو انا حددت اسباب يبقى انا صرف اللفظ مش عارف اشخص كويس. انا دلوقتي النوع اللي هو مثلا الطفوله التفككي سببه ايه؟ نفسي، بيئي. تفككي جاي من مشاكل نفسيه واسريه داخل البيئه. بالظبط بالظبط. عندي اللي هو الاضطراب التوحدي الاولاني ده مولود بيه جيني. عندي الاضطراب اسبرجر سببه نفسي، لو احد الاقارب متصاب بامراض نفسيه. بالظبط. عندي اللي هو ريت جيني او نيرولوجي عصبي. فالسبب بيختلف على اختلاف النوع. تمام. طيب احنا لو ببساطه قوي في اسباب، هنتكلم في الاسباب البيئيه اللي هي في ايدينا. ما اجيش اخلي الولد طول اليوم قاعد قدام التلفزيون، قاعد قدام قنوات معينه زي طيور الجنه او غيره، او ماسك الايباد او الايفون الاجهزه الذكيه. دلوقتي الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال سان فرانسيسكو مايو 2017 نزلت تقرير رسمي ممنوع ان انا اقعد قدام الاجهزه الذكيه قبل 13 سنه. والتلفزيون من 3 ل 6 ساعه قدام اليوم. معلومه جميله يا دكتور. ومن 6 ومن 6 ل 12 ساعتين. النهارده الطفل عندي عنده سنه سنتين ومعاه التابلت في ايده او الايباد في ايده والدنيا حلوه، ابني اصله ساهي بس انا بطبخ وهو عمال يلعب. طبعا هو انتشر فتره كبيره قوي نتيجه ثوره تكنولوجيه كبيره. حصل خلل في التكنولوجيا او في التغذيه وفي الحاله المزاجيه والانفعاليه للام. احنا لو جينا نقول السبب، هنقول السبب ان الام، هل الام مستعده ان هي تبقى ام الاول ولا لا؟ احنا لو عملنا عندنا نسبه معينه كده، احصاء معينه، لقينا ان فوق ال 95% من الامهات اللي اولادهم عندهم توحد كانوا بيعانوا من انفعالات اثناء الحمل. عندهم مشاكل نفسيه وانفعاليه اثناء الحمل. بالظبط دي. دي من ضمن الاسباب المهمه جدا. طول الحمل الام متوتره وعصبيه جدا. وجود الاجهزه الالكترونيه ليل ونهار في حياه الام وهي حامل وبعد كده اثناء الرضاعه وبعد كده اثناء الطفل، دي مشكله جدا. برامج التغذيه لازم يبقى في برامج تغذيه معينه جدا، لازم يبقى في برامج ارشاديه وتربيه ايجابيه. لازم الاب والام يعرفوا يعني ايه تربيه ايجابيه. لازم تعرف ان هي من اول ما بقت حامل في الطفل ازاي تقدر تتعامل معاه.
صح كده، تمام؟ تمام. زي ما بتروح تتابع مع الدكتوره عشان تاخد مكملات غذائيه وكلام من ده عشان الحاله الجسمانيه، الحاله النفسيه كمان لا تقل بل تزيد اهميه على الحاله الجسمانيه. طب معانا اتصال الدكتور محمود، ام محمود برضو من الاقصر، اتفضلي معانا. الو، الخط ده تقريبا فصل يا دكتور، معلش. طيب احنا قلنا ميروث سبب محدد، او بمعنى اوضح على حسب النوع قلنا بيبقى ايه السبب معروف، تمام. حضرتك نوهت النقطه مهمه جدا ان الام لها دور كبير جدا جدا في من اثناء ما هي حامل واستعدادها انها تكون ام، تمام. طبعا النرفز والكلام بتاع اليوم كله وطبيعه الغذاء بتاعها وكل ده طبعا حضرتك وضحته بصوره جميله جدا. طيب احنا سؤالي اللي هو الصغنن قوي اللي مش هياخد معانا وقت صغنن، بساله برضه لحضرتك، العامل الوراثي ليه دور هنا ولا ملوش دور؟ بالنسبة للحياة العملية ومن خلال 12 سنة خبرة في المجال، بنسبة 99.9 العامل الوراثي ملوش أي دور معانا. سألت أنا سؤالي ليه دكتور؟ اتفضل. أقول لحضرتك النهاردة أنا متجوزة ابن عمتي، ابن أنا متجوزة ابن خالتي، لا ده أنا ابني عنده توحد، يا ريتني متجوزته كان يوم أسود، تمام. فأنا كده هو العامل الوراثي اشترك فابني عنده توحد، فدي ده سبب سؤالي اللي أنا سألته لحضرتك دلوقتي حالا عشان أيوة. أطمن يا جماعة، مش مقياس خالص 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 إن العامل وراثي، خالص وده اللي أجابنا عليه دكتور محمود شاكرا دلوقتي، لأن طبعا مش هنسود اليوم لأنه ملوش علاقة خالص ولم العامل يثبت الوراثي. علميا في العالم بالظبط، تمام. بأسره ما إن هو في لازم وجود. المعلومة يقولها دكتور محمود مش أي حد ما أصلح تاني. الله حالك. طيب احنا لو قلنا هنبدأ زي ما شفت كده عند حضرتك في المركز الحالات الجميلة أو الحالات اللي أنت بتتعامل معاها كأب مش كطبيب، ودي حقيقة أنا مش بجامل حضرتك على جزاك فكرة الله خير. خالص، لأن أنا من تعودي وكل عارف كده أنا قبل ما أعمل لقائي مع أي طبيب بزور المكان بعناية وبشوف الدنيا إيه الأول عشان يبقى كلامي على أساس واضح أوي، تمام كده. للأمانة للأمانة اللي أنا شفته إن حضرتك بتتعامل كأب مش كطبيب خالص، يعني الحالة الإنسانية هي نمبر 1 في الشغل، ده حقيقي. الحمد لله. شفنا أطفال عند حضرتك، الأم بتقول لي أو أنا يمكن سألتها قالت لي دكتور محمود اتعامل مع ابني من سن كذا لحد دلوقتي ابني بقى حاجة تانية خالص، تمام. فمن هنا يبدأ سؤالي، طرق العلاج مع طفل التوحد بتبدأ إزاي دكتور؟ طرق العلاج كل ما تدخلنا تدخل مبكر بدري، يعني كل ما كانت طرق العلاج افضل. هناك 3 برامج لازم ان الطفل التوحدي ياخدهم عشان يوصل لمرحله العلاج الكامل او على الاقل تحسين الحال على حسب النوع. اول حاجه هياخد برنامج اسمه برنامج ارشاد نفسي اسري، يعني انا هاجي هقول للام على التدخل المبكر من عمر اسابيع تعمل برامج ارشاديه للبيت، زي ما هتكتشف زي ما هتحط برامج علاجيه. هيجي عند عمر سنه ياخد حاجه اسمها برنامج ادراك حسي 3 شهور فقط. برنامج ايه؟ ادراك حسي ده في بنمي الثلاث الحواس شهور الخمس. طبعا اي توحد عندي مشكله في الادراك الحسي، يعني هو بيسمع ودانه كويسه بس عنده مشكله في الادراك السمعي، هو نظره كويس بس عنده مشكله في الادراك البصري، ايوه هو ما عندوش مشكله في التذوق بس عنده مشكله في الادراك التذوق وهكذا. بالظبط بالظبط. فانا بشتغل برنامج حاجه اسمه ادراك ايه حسي. كنت انا في الماستر بتاعي في الماجستير كنت من الناس اللي اشتغلوا على برامج الادراك الحسي. من اهم البرامج في الفتره الاولانيه للطفل كل ما تدخلت مبكرا فيه، كل لو انا الادراك الحسي لو ظبطت الحواس الخمس في اول 3 شهور في البدايه هيفرق معايا جدا. طب بعد كده ايه؟ بيقعد الطفل يعني مثلا جالي في عمر سنه خد برنامج ادراك حسي، يقعد من 6 شهور لسنه على حسب ما احنا بنديها البروجرام، تاخد برنامج ارشادي في البيت، يعني ما تجيليش المركز مش محتاجها، وده كنت انا نفذته من سنين وجاب نتيجه كويس جدا. تقعد سنه في البيت تاخد برنامج ارشادي تتواصل معانا، ما يجيش المركز خالص، توصل فيه مرحله معينه وعنده عمر. ابراهيم منين ابراهيم؟ اتفضل. يا فندم مع حضرتك. يا اهلا وسهلا، ازيك دكتور عادل؟ ازاي حضرتك؟ ايوه استاذ ابراهيم، دكتور محمود مع حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. الدكتور محمود الواحد يعزك جدا، متابعين معاك الشيخ طبعا، واخ يعني صراحه يعني بيعاملنا يعني الاسره كلها ما بيعاملش الطب، يعني بيعمل الكود يعني بياخد المجموعه كلها على بعضها، يعني بيعالج الاب بيعالج الام بيعالج الابن، فهو ما شاء الله يعني عاقل شطاره غير طبيعيه، يعني كل الشكر والتقدير لك يعني بصراحه دكتور محمود. ربنا يجازيك خير يا فندم، ربنا يجازيك خير. الله يخليك يا دكتور محمود، انا بحيث مع حضرتك يا فندم، وانت من الناس اللي بتعزها جدا جدا جدا، لان ساعات الدكتور محمود يعني انا ابني عنده من 4 سنين، هو محمد دلوقتي عنده ما شاء الله يعني اتغير تقريبا كل
ربنا يبارك لك استاذ ابراهيم، ربنا يبارك. شكرا لتواصلك يا استاذ ابراهيم. دكتور محمود، طبعا حضرتك يمكن جبت لي موضوع التوحد كله على بعضه في نقطتين ثلاثه قوي مهمين جدا جدا. الطفل امتى نقول عنده توحد، وامتى بنقول للام تعمل ايه في بيتها، وازاي بنعالج الطفل على حسب نوعه. فانا عايزه كلمه اخيره من دكتور محمود يقولها لكل ام دلوقتي بتسمعنا. نصايح حضرتك كلها ايه لاي ام عندها ابن عنده توحد؟ النصيحه الاولى ان هي ترضى بالموضوع الاول، الرضا. ترضى بقضاء الله. طبعا دي حاجه لله. وتبدا تواجه بقى. تبدا تواجه، انا عندي مشكله، خلاص بقت مشكله، مش هقعد بقى زعلانه ان انا عندي توحد، لا ابدا اشوف انا هعمل ايه للتوحد. تشتغل صح، تبدا في مكان صح. تجرب المكان شهر اتنين تلاته، ما تقعدش فيه سنه سنتين، لقت المكان مش كويس تروح المكان تاني. تتابع مع ابنها برامج ارشاديه عاليه جدا. تبص بنظر التفاؤل، تاخد بقول النبي عليه السلام تفاؤلوا بالخير تجدوه، تبص بنظر التفاؤل ان بكره احسن لابني. ما تفقدش الامل. بقول لها ان ابنك ان شاء الله هيخف من التوحد، او على الاقل هيتحسن بشكل كبير جدا جدا. زي كل الاطفال اللي عدوا علينا وعلى غيري، ودلوقتي ما شاء الله في مكان تاني جدا خالص، بل كمان بقى احسن من الطبيعي. في توحد مش بس بيخف، ده بقى كمان بيبقى احسن من غيره. يعني انا ببشر اي ام في اي بيت، مش توحد مش بس بيخف، ده بيوصل لمكان افضل من الطفل الطبيعي، اللي هو نوع احد انواع التوحد، بيوصل احسن من الطفل الطبيعي، يعني بيبقى معدل الذكاء بتاعه فوق المتوسط. تمام؟ تمام. فانا ببشر كل ام، بقول لها ان هو مش بعبع ولا حاجه، بس نشتغل فيه على اطار علمي منسق، على خطه علاجيه منظمه ومنسقه. واهم حاجه بالنسبه لها، بالنسبه للام، ان هي تبص لابنها بنظره امل لبكره. ان شاء الله. دكتور محمود، الوقت الحلو بيعدي بسرعه قوي. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي، بس طبعا طبعا اكيد لنا لقاءات تانية هنرشد فيها الام وهنقول لها كل نصايح حضرتك. وبنتمنى في حلقاتنا القادمه ان شاء الله نستفيد من حضرتك اكتر واكتر في النصايح لكل ام ولكل بيت، وبنطمن فعلا كل ام وكل بيت مع دكتور محمود. مشاهدينا الكرام، الى اللقاء في حلقه قادمه مع دكتور محمود ان شاء الله باذن الله، وهيطمنا وهيطمن كل بيت، وهنرضى بالقضاء، وإن شاء الله هيكون ابننا أحسن وأفضل مع دكتور محمود بريش. شكرا لكم وإلى اللقاء.